طوال حياته وضحى لأجلها الكثير، ولا زال دربه يكتظ بأجيال رباها هو على حب الأهواز والتضحية لأجلها، ولا زال هو السراج المنير الذي يضيء لنا الدرب المؤدي إلى تحقيق حلم منصور بحرية الأهواز وخلاص شعبها. خسارتنا الكبيرة، ولكن حسبنا إن الفقيد الذي نبكيه اليوم هو من أعظم رجالات الأهواز الذين لن نفقدهم بسبب جهودهم التي تستمر رغم غياب أجسادهم عن حياتنا. هذه خسارتنا عميقة، ولكن فقيدنا لا زال يسكن كل القلوب وكل البيوت الأهوازية. فالموت يغيب الجسد ويعجز عن تغييب الفكر والذاكرة المكتوبة التي خلفها لنا الراحل الكبير. فقد ترك لنا الفقيد مخزونا هائلا من الثقافة، من الثقافة السياسية الجديدة، واستطاع أن يؤسسها هو ورفاقه المخلصين، والتي كانت كفيلة بأن تمنح الأهواز إنجازات عظيمة على الصعيد المجتمع الدولي. فقيدنا رحل جسديا ليبقى فكرا وكلمات وذاكرة في أذهان كل الأهوازيين الذين عرفوه شخصيا، والذين لم يكونوا محظوظين بالقدر الكافي للتعرف عليه. فقيدنا قيبه الموت ليترك غصة عميقة بقلوبنا، ولكن حسبنا أنه لا زال يعيش بيننا بأفكارنا وبنضالنا بإعلامنا وبأي تحرك قد نقوم به. كيف نستطيع أن ننسى فقيدا لو أردنا أن نعدد مناقبه لما استطعنا. فقد أسس الراحل حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي الذي سطر العديد من الإنجازات العظيمة للقضية، وأسس واستقبل في منزله أول تلفزيون في تاريخ القضية الأهوازية، وفتح بمجهوداته وعلاقاته وتضحياته أبواب الإعلام التي أغلقت لعقود من الزمن بوجه قضية شعبنا، شعب المعجزات كما أطلق عليه منصور القضية. ولم يتوانى الفقيد للحظة بأن يبخل على الأهوازيين بأي مساعدة، ومنها نذكر مثال واحد من أمثلة عدة لا نستطيع حصرها: تأسيس مجلة نيسان الإلكترونية التي قدم لنا فيها الفقيد مساعدات عدة، إلى درجة إنه كان يساهم في كتابة التقارير رغم انشغالاته العديدة، ودون أن يرقب بذكر اسمه، ودون أن يسأل إن كنا نتفق معه فكريا أم نختلف. فقد كان ينظر لنا كجيل أهوازي جديد يحاول هو تربيته لكي يمضي على عهده ودربه. عذرا يا رفيق الدرب والنضال، عذرا يا منصور الأهواز، عذرا يا علمنا الكبير، فلو كنت معنا لاعترفت على لحظات الحزن هذه التي نمر بها الآن، وكلمات الرثاء هذه، فقد كنت تدعو للتفاؤل دوما، ولكن كيف لا نتذكرك بألم وقد فقدناك الأب والصديق والمعلم الفذ، كيف لا نتذكرك بحزن وقد فقدناك المناظر الجسور الذي لم يثنيه أي تهديد عن العمل لشعبه، كيف لا نتذكرك بألم وانت تعيش في كل قلب أهوازي، كيف لا نحزن ونظرف هذه الدموع وقد فقدنا الكثير برحيلك، وقد تركت بقلمك وأفكارك بصمات وآثار في كل الأذهان الأهوازية والعربية. إننا اليوم نقف لتأبينك في ذكرى رحيلك الأولى،
ولا ندري كيف سيمضي الزمن بنا دون وجودك معنا. إننا بالواقع حزينون على شعب بأكمله لأنه فقد أبرز مناظريه وأجسر المدافعين عنه، وفقد منصورا منح الأهواز شرفا أن يكون مواطنا له. وشكرا هيئة تحرير مجلة نيسان في الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، الآن كلمة مركز دراسات الأهواز ومنظمة حقوق الإنسان الأهوازية نلقيها إلى مسامعكم يا الأخوة. الأخوة الأعزاء في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي والتيار الوطني الديمقراطي العربي في الأهواز، تجتمعون اليوم وأنتم تحيون ذكرى أليمة ألمت بكم وبنا وبجميع أبناء شعبنا العربي وجميع المناضلين العرب وغير العرب، إلا وهي الذكرى لرحيل قطبين من أقطاب النضال الوطني الأهوازي، ألا وهما المناضل المغفور له الأخ العزيز الأستاذ منصور الأهوازي، والأخ المناضل المرحوم المغفور له محمد النواصري. أما بالنسبة للفقيد محمد النواصري فقد كان طيلة حياته النضالية مثلا رائعا للتضحية والتفاني والإخلاص لقضيته التي